كشفت وثيقة أصدرتها جماعة حماس عن تبرؤها من جماعة الإخوان الإرهابية، وقال قيادي بالحركة إن المسألة الرئيسية في الوثيقة هي أن حماس تقبل رسميا بدولة على الأراضي التي احتلت عام 67، بالإضافة إلى توصيف الصراع مع إسرائيل بأنه سياسي لا ديني. وتضم الوثيقة التي أصدرتها قيادات الحركة من الدوحة 41 بندا، وتشير فيها إلى تخلي الحركة عن فكرة تدمير إسرائيل التي تضمنها ميثاق تأسيس الحركة عام 1987. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحمد يوسف القيادي بالحركة قوله بأن الوثيقة تحمل تحولا حقيقيا باتجاه الوسطية والاعتدال، لتكون حماس بمنأى عن الاتهام بمعاداة السامية والعنصرية. لمزيد مشاهدينا من التفاصيل حول وثيقة حركة حماس ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من رام الله دكتور جهاد حرب أستاذ العلوم السياسية. دكتور أهلا بك معنا في هذه النشرة، يعني كيف تقرأ التحول في هذه الوثيقة والكلمات التي حملتها هذه الوثيقة من قبل حركة حماس؟ يعني هذا التطور مهم، تطور سياسي على حركة حماس في سياق الحديث حول التطور السياسي، لكنه جاء متأخرا فيما يتعلق بركب الحركة الوطنية الفلسطينية وبالتالي المطالبات المتكررة من قبل فلسطين. هذا لكن ما تضمنته هذه الوثيقة هو يتعلق بأولا رسالة إلى العالم العربي وخاصة جمهورية مصر أنها تنأى بنفسها عن حركة الإخوان المسلمين، واعتبار حركة حماس حركة تحرر وطني ذا مرجعية إسلامية، وهذا يعني أن انفصال عن حركة الإخوان المسلمين. ربما هذه رسالة واضحة إلى المجتمع العربي وخاصة في مصر. الأمر الآخر هو عدم الحديث عن تدمير إسرائيل كما جاء في ميثاق حركة حماس عام 88، واليوم التخلي عن ما يتعلق بتدمير إسرائيل وإنما القبول بدولة فلسطينية كجزء من الحل المرحلي، أي المزاوجة أو العمل على أو الجمع أيضا ما بين الاستراتيجي والتكتيك كما يقال، وبالتالي هي تقبل بدوله فلسطينيه على اراضي عام 67، وهو تحول مهم في فكر حركه الاخوان المسلمين او حركه حماس تحديدا وبصفتها على ان تكون الغايه النهائيه هي اقامه دوله فلسطينيه على اراضي نعم. طيب دكتور جهاد، يعني الجانب الاسرائيلي ذكر بان هذه الوثيقه تعتبر محاوله لخداع المجتمع الدولي لحركه حماس، يعني كيف تقرا تعامل الجانب الاسرائيلي مع هذه الوثيقه؟ اسرائيل لن تقبل بهذه الوثيقه وتقدم مجموعه من المطالب الجديده. على الأقل أن هذه الوثيقة فلسطينية مقبولة، وهي تنم عن إدراك حركة حماس بعد 30 عاما، أي منذ عام 88 إلى اليوم، على العودة إلى الصف الوطني أو العودة إلى البرنامج الوطني الفلسطيني المقر من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، غير مطلوب لا من حماس ولا من حركة فتح الاعتراف لإسرائيل. المطلوب هو أن يكون هناك برنامجا سياسيا واضحا متفق عليه داخل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل، وينسجم أيضا مع الشرعية الدولية من أجل إقامة دولة فلسطينية أو تطبيق خيار حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين. إسرائيل بكل تأكيد لن تقبل بأي تطور سياسي، وهي تريد من حماس أن تبقى كما هي دون أي تحرك برامج أو برنامجها السياسي حتى تبقى قادرة على تشويه الصورة للفلسطينيين من ناحية، واخضاع قطاع غزه لانفصال مستمر على اعتبار ان حركه حماس هي من تحكم هناك. نعم. في كل الاحوال الامر يتعلق باعاده النظر في البرامج السياسيه التي كانت مختلفه ما بين الحركتين او الحزبين الكبيرين في الاراضي الفلسطينيه، حركتي فتح وحماس، الى توحيد برنامج سياسي. هذا يحتاج الى الامر الاخر وهو اعاده النظر في خطاب حركه حماس على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي ايضا داخل حركه حماس. اذا شكرا جزيلا لك دكتور جهاد حرب استاذ العلوم السياسيه، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.